نروح نتكلم على مباراه اليوم، بس خلينا نبتدي بنتائج الاسبوع ال 14 اللي ابتدت يعني من يوم الاثنين. خلينا نقول ان المباريات كانت متوهجه ونتائج كنا بنشوفها يمكن خلال اسابيع بتقول لا الدوري مختلف، الدوري فيه حاجات مختلفه وده بيضفي قوه وزي ما نقول اثاره في الدوري المصري. نتائج مباراه الجوله ال 14 بالدوري العام، النصر والمصري البورسعيدي 3-2 للنادي المصري بعد تقدم النادي النصر بهدفين لهدف واحد، تعادل النادي المصري ثم تفوق بشكل كبير في هذه المباراه 3-2 للنادي المصري. وايضا بنستمتع بفريق النادي النصر الصراحه بامانه، ماشي بشكل كويس وبيدي اداء كويس، وكان قاب قوسين او ادنى ان هو يكسب هذه المباراه. الداخليه وامبي وفوز امبي 2-1، الرجاء ومصر المقصه وتعادل ايجابي 1-1، الاسماعيلي وطلائع الجيش 1-1. ومن خلال هذه النتيجه لازم ان شاء الله بامر الله توفيق ربنا النهارده نستغل هذه النتيجه، نتيجه اسماعيلي وطلائع الجيش في الثلاث نقاط حتى نقترب من قمه الدوري بامر الله. الانتاج الحربي وطنطا وفوز الانتاج الحربي 1-0، المقاولون العرب وبتروجيت وفوز المقاولون العرب 2-0. عندنا طبعا مباريات موقف الفريقين او موقف فريقين النادي الاهلي و سموحة حتى الآن، وده يمكن قبل طبعا المباريات النهاردة أو ترتيب مباريات النهاردة. النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، لعب 11 مباراة وفاز في 8 وتعادل في 2 وخسر في 1 وله 23 هدف وعليه 8 وله 26 نقطة. سموحة طبعا هو في المركز السادس قبل نتائج النهارده، عشان بس نبقى متفاهمين هذا الوضع. لعب 13 مباراة وفاز في 5 وتعادل في 4 وخسر في 4 وله 14 هدف وعليه 10 أهداف وله 19 نقطة. ده يمكن موقف فريقين النادي الأهلي حتى الآن. مشوار الأهلي في الدوري ممتاز حتى الآن، بداية من مباراة طلائع الجيش وتعادل إيجابي 1-1 أمام الاتحاد مباراة ثانية، وفوز النادي الأهلي 2-1 ثم فاز على الرجاء 4-1 وفاز على الإنتاج الحربي 2-1 وأيضا الفوز على نادي الإسماعيلي 2-0 وفوز على الداخلية 2-0 والمصري فوز أيضا عليه 2-0 وفوز على فريق إنبي بنتيجة كبيرة 4-1 ثم فوز على الأسيوطي سبورت 1-0 ومصر المقصه فوز النادي مصر المقصه على النادي الاهلي في اول هزيمه هذا الموسم 3-2 ثم تعادل ايجابي 1-1 مع طنطا. ده مشوار النادي الاهلي حتى الان قبل مباراه اليوم. اما مشوار سموحه في الدوري ممتاز، امبي في اولى مبارياته وسموحه تعادل ايجابي 1-1 ثم سموحه يفوز على طنطا 2-0 ثم يتعادل مع النصر، زي ما بقول لكم فريق النصر مميز جدا السنه دي، تعادل معاه 1-1 ثم يفوز سموحه على وادي دجله 1-0 وتعادل ايجابي مع بتروجيت 0-0 ثم فوز على فريق نادي الزمالك 3-0 وطلائع الجيش يفوز سموحه او طلائع الجيش يفوز على سموحه بهدف مقابل لا شيء، ثم مصر المقاصه تفوز ايضا على سموحه 2-0 وفوز سموحه على الرجاء 1-0 وفوز الاسماعيلي ايضا على سموحه 1-0 وتعادل ايجابي مع الاتحاد السكندري 1-1 ثم فوز على المقاولون العرب 3-0 والمباراه الاخيره هزيمه سموحه من الاسيوطي في مفاجاه ايضا من الاسبوع السابق 3-1. يمكن دي موقف او مشوار الفريقين. هداف فريق النادي الاهلي حتى الان هو وليد ازارو بسبع اهداف، هداف سموحه محمد حمدي 4 اهداف، ده هدافين موجودين حتى الان في الدوري الممتاز. اما بقى هدافي الدوري الممتاز حتى الان جون انطوي من مصر المقصه 9 اهداف، حسين الشحات من مصر المقصه 9 اهداف، عمر السعيد من الانتاج الحربي 8 اهداف، دييجو كالدرون الاسماعيلي 7 اهداف، وليد ازارو من الاهلي 7 اهداف، احمد علي المقاولون العرب 5 اهداف، محمد فاروق من المقاولون العرب 5 اهداف. ده ايضا تكمله هدافي الدوري ممتاز حتى الان، احمد جمعه من المصري 5 اهداف، اسلام ابو سليمه المصري 5 اهداف، وطارق اسوف وادي دجله 5 اهداف، محمد اشرف من الزمالك 5 اهداف، صلاح محسن
امبي 5 اهداف، محمد محسن ميدو النصر 5 اهداف. يعني زي ما شايفين يمكن بيتربع على قمه هدافي الدوري حتى الان، هم 2 من لعيبه مصر المقصه 9 اهداف كل من جون انطوي وحسين الشحات. تاريخ مواجهات الاهلي وسموحه، يمكن الاهلي لعب عدد مواجهات بالفرقتين 14 مباراه، فوز للاهلي في 7 مباريات، السموحه فاز في مباراتين، تعادل 5 مباريات ما بين الفرقتين، وللاهلي 23 هدف في مرمى سموحه، وسموحه 14 هدف في مرمى الاهلي. عبد الله السعيد هو هداف اللقاءات ما بين سموحه والاهلي او الاهلي وسموحه ب7 اهداف. اسلام محارب لاعب الاهلي الحالي له 4 اهداف في هذه اللقاءات. اكبر فوز لنادي الاهلي كان في موسم 2016-2017 4-2، اما اكبر فوز لسموحه في موسم 2015-2016 ب3 اهداف لفريق سموحه. ده يمكن بعض الاحصائيات الخاصه بالفريقين. مباراة الجولة 15 إن شاء الله هتكون بالدوري الممتاز، هتبتدي يوم الجمعة 22 ديسمبر ما بين إنبي والمصري، ثم طنطا ده المباراة الوحيدة اللي هتكون يوم الجمعة ما بين إنبي والمصري. أما يوم السبت إن شاء الله استكمالا للجولة 15 مباراة طنطا والداخلية، ثم الرجاء والنصر ومصر المقصة والإسماعيلي. يوم الأحد إن شاء الله هيكون في مباراة بتروجيت والأسيوطي وسموحة والإنتاج الحربي ووادي دجلة والأهلي. ده هيكون ان شاء الله يوم الاثنين، اما يوم الاثنين يوم الثلاث هيكون طلائع الجيش والاتحاد، واخيرا ختام الاسبوع ال15 هيكون يوم الثلاث مباراه الزمالك والمقاولون. عايز اروح لحضراتكم وتشكيل المتوقع للنادي الاهلي النهارده طبعا لملاقات فريق سموحه. في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، من اليمين للشمال باسم علي، محمد نجيب، ايمن اشرف، صبري رحيل. في خط الوسط احمد فتحي وحسام عاشور، امامهم احمد الشيخ، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، جونيور اجاي. ده يمكن التشكيل المتوقع، طبعا كلام كتير ممكن من كابتن حسام بدري في جزئيه التشكيل تختلف ممكن في هذه المباراه، لكن احنا من خلال اعدادنا ومن خلال قراءتنا ممكن لبعض الامور الخاصه بالفريق بنقول التشكيل المتوقع. نروح للتشكيل المتوقع لفريق سموحه. في حراسة المرمى محمد أبو جبل، من اليمين للشمال أيضا رجب بكار، عبد الله بكري وباتريك مالو وطارق طه. خط الوسط أحمد نبيل مانجا، محمود عبد العزيز، أمامهم أوميدي أكري وناصر ماهر ومحمد حمدي زكي، وفي المقدمة حسام حسن. تقريبا كل فرق الدوري دلوقتي تتعامل بنفس أسلوب النادي الأهلي 4-2-3-1، مع اختلاف طبعا التحركات اللي تبقى موجودة. يمكن هو ده التشكيل المتوقع للفرقتين، ولكن زي ما بقول لحضراتكم دائما النادي الاهلي ما بيبصش وراه، دائما تركيزنا في المباراه، دائما احنا بنركز ان احنا نكسب ازاي. اذا كنا في ماتشين الامور راحت بشكل كبير مننا او اخفقنا في احراز الفوز، لكن احنا عندنا هدف هو بطوله الدوري. اعتقد ان احنا مرينا بامور كتير زي كده، ويتذكر طبعا جمهور النادي الاهلي ان احنا ممكن نخفق ولكن ما بنروحش في حته بعيد او ما فيش انهيار، دائما احنا عندنا حته نقف فيها، حته ان احنا نتوقف ونشوف اخطائنا عشان نكمل ونفوز بالمباريات القادمه. دائما احنا عندنا حته الروح، روح الفنانه الحمراء، هي دي اللي دي موجوده باستمرار جوانا. هو ده اعتقد اللي واصل للاعبين، واصل للجهاز الفني والجمهور النادي الاهلي، هو اللي بيوصله من خلال مؤازرته دايما باستمرار. اعتقد ان مجلس الاداره في التوقيت الحالي بيقدم كل الدعم للفريق، حته الهدوء موجوده، حته ان انت عندك افق جديده بتروح لها نتيجه لما بنشوف ان احنا بنلعب اتلتيكو مدريد لاهداف خاصه بالوطن، بتكون احتفاليه كبيره هنشوف فيها كل حاجه جميله ان شاء الله. ده اللي احنا بنتوقعه، لكن ده اللي انا بقوله في مباراه النهارده، لازم نستغل نتائج الاسبوع ال 14 والاسبوع ال 13، لان فعلا انت لو استغلتها بشكل كبير ان شاء الله من خلال 3 نقاط النهارده مهمين تتقدم في جدول الدوري، ثم المباراه القادمه امام وادي دجله، ثم مباراه بتروجيت، واخيرا بقى انت بتحاول المباراه المؤجله بالنسبه لك تلعبها ايضا
تفوز فيها عشان تبقى موجود في نهاية الدور الأول وانت في المركز الأول، وتبتدي بقى الدور الثاني إن شاء الله بقوة كبيرة وانت راكب زي ما بنقول جدول الدوري. ده كل اللي احنا نتمناه من فريق النادي الأهلي. قدمنا لحضراتكم بعض الأمور الخاصة أو الإحصائيات الخاصة بفريق النادي الأهلي. هروح ونتكلم بقى لجزء فني مع نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين بعد هذا الفصل.